سلام بنات، كيف تالي؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله. نبغي بنات غادي نشارك معكم من ألد ميني حرشه. كيجيو البنات بالمذاق ديال البراونيز، كيجيو معلكين من الداخل وكيجيو مقرمشي على برا. غير بالكاس ديال اللبن غادي تحضروا هاد الميني حرشه، وغادي تنساو عليكم ديك الطريقه القديمه ديال الميني حرشه الا غادي تفندوها في الكوك او لا في السميده الرقيقه. هاد البنات غادي نحضروها بسرعه وكتجي اقل من 10 دقائق دغيا كتوجد. كنتمنى تجربوا مع افضل تسهلكم. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه في الاناء غادي نحتاجو الكاس ديال الريف. البنات عبرت بالكاس ديال العلبه. غادي نحتاجو هنايا نص كاس ديال الزيت نباتيه. من بعد غادي نحتاجو واحد الحبه ديال البيض. غادي نحتاجو هنايا 4 ديال المعالق ديال السنيده، اولا ديفو نص كاس ديال السنيده. غادي نحتاجو هنايا واحد الكيس ديال الفاني. من بعد غادي نحتاجو هنايا جوج ديال الاكياس ديال الكاكاو نوعيه جيده. من بعد غادي نحركو السوائل بالفوي. غادي نحتاجو هنايا واحد ملعقة صغيرة ديال الخميرة فورية. هنايا غادي نخلط من الخميرة فورية مع السوائل، ومن بعد غادي نضيف السميدة الرقيقة ديال الحلوة. هنايا غادي نوجد غادي نضيفو السميدة الرقيقة. هنايا في المجموع ديال السميدة الرقيقة غادي نديرو 400 غرام بالعبار. انا هنا البنات غادي ندير غير الميزاني، تنشوف القوام ديالتي ديال الحرشه ماشي ثقيله بزاف وماشي مرخوفه. الا بغيتو تعبروها بالميزان ديروا 400 غرام. من بعد غادي نضيفو جوج ديال الاكياس ديال الخميره الوزن 8 غرام، يعني في المجموع غادي نضيفو 16 غرام. هنا غادي نضيفو جوج ديال المعالق ديال فارميسي ديال الشوكولات، تا هو القوام ديالتي ديال الحريشات ماشي ثقيله بزاف ماشي مرخوفه. هنا غادي ناخدو دابا الصينيه فرشتي بابي كويسون، وغادي ناخدو هاد المعلقه ديال لي كلاص هي باش غادي نعبر ميني حرشه ديالي. هنا بلا ما تفندوها في الكوك او لا في السميده، كيجيو البنات من ألد ما يكونوا كيجيو رائعين يعني بزاف. صافي البنات غادي نستمر دابا في الحريشه ديالتي تنكمل الكميه اللي عندي. والفران راه شعلت ليه من قبل من الفوق ومن تحت، و نهار شويه متوسطه. غادي ندخلوا لاطيلات ديالتي من الشيء الفوقاني تيتشقق لينا هاد الحريشات. من بعد الا خاصنا شويه ديال الطياب من تحت غادي نهبطوها، الا ما خاصهاش الطياب غادي نخرجها ان شاء الله. ونا من بعد ملي خرجناهم من الفران كيجيو البنات من ألد ما يكون كيجيو معلكين من الداخل.
البنات هادو ما الشك نهائي ديال الميني حرشات، كيجيو البنات من قالت ما يكون، وكيجيو من بعد ملي زينتهم شويه ديال طاني ديال الكراميل وزينتهم ديك القطع ديال الشوكولات، وكتجيو البنات معلكين بحال مذاق ديال البراونيز، وكيجيو رائع بزاف. غادي تنسي عليكم ديك الطريقه القديمه ديال الحرشه الا غادي تفندوها في الكوك او في السميده، هذه البنات كتجي رائعه بزاف. كنتمنى تشربوا مع فضلات ديالكم. كنشكركم سوا البنات ودايك في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا.